تبصر النور لا تحتار في الفتن أن تنصر الحق هذا أعظم المنن أن تستقيم على هدي الرسول ولا تمل إلى الظلم أو تدعو إلى وثن وأن تكون جدارا في بناء وطن من الخيانة يشكو. بسم الله الرحمن الرحيم. من أكثر استعمال لكلمة الخطوط الحمراء هم حكامنا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، عربا كانوا أو غير عرب. وحين تسمع نطقها ولكنتها تظن أن الأمور قد عادت إلى نصابها وأن العزة والنخوة قد نهضت من جديد وأن ماض تليد قد عاد وأن تلك الزمجرات التي كنا معروفين ومشهورين بها قد علا صوتها. لكن حينما تركز على تلك الخطوط الحمراء ولمن خطت وفي أي وقت وفي أي مكان خطت، حينها فقط تصاب بدوار في الرأس وخيبة أمل لا حدود لها، ومولود كبرياء قتل في مهده. شعوبنا الكريمة، شعوبنا الحرة، أتعلمون لمن خطت تلك الخطوط الحمراء؟ للأسف هي خطت لنا كشعوب وبين حكام في أهوائهم، فانتفاخ الأوداج واحمرار العينين وبحة الصوت مع ارتفاعه لم يكن ضد عدو صائل أو ظالم أو سفاح أو مغتصب لدين وعرض، بل هي ضد شعوب مغلوب على أمرها ذاقت الويلات من أولئك العملاء الخونة. فلا يكفي أن منعت عنا حرية الرأي وحرية الجسد بتلك الأسوار الشاهقة المسماة سجونا للرأي، بل جعلت لنا خطوطا حمراء لما يستجد من آراء إياك أن تتجاوزها، فقد يكون ذلك الرأي فيه أذن لعدو والذي تربطنا به علاقات وطيدة طيبة ليس من السهل أن نفرط فيها. الشعوب الحرة لا تعترف بتلك الخطوط ولا تعطي المجال لخطها من جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد للليل إن طالت حوالكه من طلعة الصبح من إشراقة الوطن، من طلعة الصبح من إشراقة الوطن. لابد للوعي أن تشجع نادره وفيه يدفع حبا أبهض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب، نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل، ورسالتي حتكون شرح بسيط لاسم الحلقة أو عنوان الحلقة. عنوان الحلقة الخطوط الحمراء لدى الحكام أو لدى العرب أو عندنا الخطوط الحمراء. للأسف الخطوط الحمراء اللي يتكلم بها حكامنا ودائما يطلعوا في التلفزيونات ولا في الاجتماعات، خط أحمر خط أحمر، تظن أن الخط الأحمر هذا يعني هو يفترض أو يستعمل
في موضوع كبير جدا، موضوع كبير بالكل، وخاصة إذا كان الموضوع يلمس سيادة وطن أو سيادة تراب أو اعتداء عليه من الغير من خارج الحدود. فأنت تقول راهو يا جماعة خط أحمر، موضوع هذا يستاهل أنك تقول الكلمة هذه، أو على قيم معينة أو على مفاهيم معينة، مفاهيم اتفق عليها العالم ومبادئ اتفق عليها العالم، وتقول هذين خط أحمر، تقبل هذه. لكن للأسف الخطوط الحمراء اللي يستعمل فيها حكامنا سواء كانوا العرب أو المسلمين أو غير المسلمين أو غير العرب، المهم الحكام اللي هم وضعوا علينا وضع تم تعيينهم من الخارج، يعني بالعربي لم يتم اختيارهم، حتى ولو تم اختيارهم تم اختيارهم بطريقة الكولسة وعدم النزاهة وتزوير وكذا وكذا، تمام. الخطوط الحمراء اللي استعملوا فيها هذه ما هي خاصة بينهم وبين شعوبهم فقط، يطلع على شعبه كان لقى شعبه يبي يطالب بتغييره ولا يبي ينتقد للعائلة متاعته ولا ينتقد لولده ولا ينتقد للصرف المصاريف بتاعته ولا ينتقد لأن الدولة ما فيهاش مؤسسات ولا كذا، فيطلع يزمجر ويعربد ويعلى صوته ويقول اسمعوا الموضوع هذا خط أحمر. هذاك وين تسمع كلمة خط أحمر؟ لكن العالم اللي برا حقيقة، العالم إن صح التعبير اللي على الأقل فيما بينهم مش مع الغير، فيما بينهم عندهم حرية ويسمعوا في كلام بعضهم وينتقدوا ويوجهوا وينصحوا وعندهم اختيار انتخابات حرة نزيهة، يعني هذيما لا، خطوط الحمراء ما يستعملوش فيهن إلا في أمر جلل، أمر كبير بالكل، كيف ما قلت لك يمس سيادة الوطن أو يمس مفاهيم معينة أو يمس دستور تم الاتفاق عليه أو كذا، هناك وين يقول لك الموضوع هذا خط أحمر. غير ذلك لا، نحن حوسة كبيرة عندنا. ففي الحلقة هذه وفهمنا نحن توش معنى ماذا نقصد بالخطوط الحمراء، من خلال الفيديوهات الجاية إن شاء الله حنعرفوا وين قالوا الخطوط الحمراء وشنو قصدوا بيهن وشن كان وقحن علينا وشن كانت النتيجة لما استعملوا الخطوط الحمراء. فتو خلينا نتوكع على الله ونبدو في حلقتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. فالخط الأحمر الأول، الخط الأحمر الأول اللي هو صراحة فاجأنا، لكن بالأوضاع اللي موجودة عندنا، نحكوا على بلدنا تو، نحكوا على ليبيا، بالأوضاع اللي موجودنا عندنا والمسؤولين اللي قاعدين عندنا واللي متصدرين المشهد، الكلام هذا يعتبر في عرف المبادئ والقيم كلام مصيبة، لكن في قلت لكم في الوقت اللي تو قاعد هذا الأمر عادي جدا. فأعطوني فيديو السيسي كذا. إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. وبالمناسبة إحنا عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على سيادة حد، ولو كنا إحنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واثنين وثلاثة واربعة، لكن إحنا احترمناكم عشان إحنا بنحبكم، وما تدخلناش عشان إحنا مش عايزين يذكر لنا التاريخ إن إحنا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف. إنما إذا كان يعتقد ريتوا الخط الأحمر عندنا إحنا وعند الحكام العرب، أول واحد فيهم المجرم السيسي، الخط الأحمر عندنا إحنا في ليبيا، مسيب الدنيا اللي غادي اللي زايطة والفوضى اللي قاعدة عنده والقتل والتشريد وذل اليهود الهم وبني إسرائيل والقصص هذه كلها، والنهر اللي خذوه أثيوبيا وقريب يطح العطش مصر، هذا كل ما يعتبرش خط أحمر. اللي يعتبر خط أحمر هو فصل ليبيا عن بعضها، شوف قمة الإجرام. يعني الخط الأحمر عند السيسي وعند سامحوني في الكلمة شوية، عند الذيول اللي عندنا وعند الخانعين وعند الأذلاء اللي عندنا هذيما،
خط احمر قسمنا بلادنا وقال هنا خط احمر بصفته شنو هو يتكلم؟ الله اعلم. خط احمر هل يجوز لنا يقول الكلام هذا؟ للاسف ان ما فيش مسؤول رد على الراجل وقال له فيش الدير بتاع للاسف يعني، سواء كان شرق ولا غرب. طبعا شرق يبوه الكلام هذا حلغيت ثم يطلعوش من المولد بلا حمص. قالوا يا جماعه اي حاجه المهم تضمن لهم ايش غير ما تقطر عليهم وتمشي. لكن بالنسبه للغرب بصراحه اللي هم مسؤولين واللي هم نقولوا يمثلوا فعلا الدوله ويمثلوا سياده الدوله ويمثلوا ان صح التعبير يمثلوا في ثوره فبراير وما تملكه هذه الثوره من قيم ومبادئ ومفاهيم، لما يقول مجرم كيف هذا يقول على بلادنا خط احمر في النص المفروض تنقلب الدنيا. وين تحكي انت؟ لكن قلت لكم انا خطوط الحمراء عندنا انضربت، نحن حتى ما عادش قاعد لهن معنى على الاطلاق. اعطوني فيديو الاخر هاي. السيسي هذا في الفيديو تنعود الكم، السيسي هذا في اجتماع بالقبائل طبعا. وهذا اكبر خط احمر يعني، كيف الاداره هو في ليبيا؟ نحن مشينا له غادي واجتمعنا به. وحيحكي لهم هو في الفيديو هذا حيحكي لهم ليش هو قال خط احمر، ماذا يعني بها خط احمر. في الوقت الحقيقي ان اليهود من غادي هذا هو الامن القومي اللي يحكوا عليه، هم اليهود. مفروض في غادي ثلاث خطوط ولا اربع خطوط حمر، لكن بالعكس الايه استغفر الله ربي مقلوبه. تو نجيبوا كم فيديو نحن. السيسي حريص على امن وسلامه اليهود، وان كيف ما للفلسطيني له الحق في الامن والسلامه كذلك اليهودي له الحق في الامن والسلامه. في الوقت اللي حتى المعبر معبر رفح اللي ما بين غزة ومصر لا يفتح إلا بأمر من اليهود، وهذه بشهادة من؟ شهادة سامح شكر براس كبير هذا. أعطوه لي هاي، أعطوه لي خليني. لأن احنا بصراحة لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط. أنا بأكدها لكم عشان تبقى الأمور واضحة. خلونا نقف على الخط ده ونبتدي مسار سياسي. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات، وسيبنا الأمور تتفاعل كما يرغب الليبيين. ولكن أن تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة ده أمر إحنا مش هنسمح به. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا. أنا بس عايز أقول في النقطة دي حاجة، أنا قلت برضو ساعتها إن هذا الجيش جيش أولا رشيد جدا جدا، ولا يعتدي ولا يقوم بعمليات غزو خارج أراضي. وعشان كده حتى لو إحنا عايزين هذا الإجراء هنبقى محتاجين في مصر إن إحنا نتوجه للبرلمان المصري حتى يسمح لنا ويعطي لنا الإذن بالتحرك في هذا المقام. إحنا كلنا لا نبغي إلا لو بالله عليك، عندنا نحن مسؤولين، عندنا مسؤولين ولا يتحملوا مسؤولية. لا، المصيبة شنو المصيبة؟ الخلل في المسؤولين اللي عندنا يعكسوا فيه على ثورة فبراير. فعلي طول يقول لك والله لو كان معمر قاعد والله ما صار الكلام هذا ولا يقدر يقول المصري هذا، صح ولا؟ يبقى الخلل هلا وين؟ الخلل مش في ثورتنا، لا والله، الخلل في المسؤولين اللي وكلهم الله سبحانه وتعالى أمرنا، اللي عينوا علينا. هنا الضعف والخلل، وهنا التزنيحة وهنا التبليدة. لكن والله ثورتنا راه طالبت بهذه الأمور، ثورتنا طالبت بحدودنا وطالبت ببلدنا وطالبت بسيادتنا وطالبت بأمننا القومي وثورتنا مثلت آراء جدودنا من زمان بكل. وجبت الكم كم مرة الوثيقة أو الطلب اللي اطلبوه جدودنا
لما مصر حاولت أن تغير الحدود باش تستحوذ على الماء ولا تستحوذ على النفط، وقالوا للأمم المتحدة وخاطبوا السفير البريطاني وخاطبوا وخاطبوا في وجود الأمير إدريس في ذلك الوقت، أو الملك ملك إدريس رحمة الله عليه. وشين قالوا؟ قالوا والله لن نفرط في شبر واحد من أرضنا ولو فنينا جميعا، والله وثيقة تكتب بماء الذهب، وثيقة يحتاجها الكومبارس اللي قاعد هذا توا تعين قراويط وفتلكة وطيران وكل يوم في بلاد وكنا على الأبيض كله صمت فلوس وسرقة وسيادة وطن مسحين بها الأرض وحالة حالة، المهم يقعد في الكرسي هو. لكن إن بلاده ترتفع وتقعد بلاد فعلا لها قيمة ولها معنى ولها حدود ولها سيادة ولها ولها، لا 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 لا, لا. ما ظنش هذا الهفك اللي جاء مسك هذا، ما ظنش إن آلاف من الأرواح آلاف من خير شباب ليبيا وصلوه لهذا المكان أو كانوا سبباً في وصوله لهذا المكان. لكن لما تلخبط المعاني وتلخبط الأولويات والمفاهيم يصعب عليك الأمر حقيقة، وتحز في نفسك لما واحد صعلوك كيف هذا ذليل مهان يصب بغادي في بلاده ويقول والله الخط الأحمر هنا في ليبيا أنا نقسمها وأنا سيبتكم لمدة 6 سنوات وانتم فوضى، لكن لا يمكن نسمح بهذه الفوضى من جديد، لابد أن نتدخل، ولابد للجيش المصري، وأنتم تعلموا أن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة. لا يا حبيبي، أذل جيش الآن، أذل جيش في المنطقة هو الجيش المصري، شئت ما أبيت. ليش؟ من قاداته، قاداته هم اللي متعين كفتة ومتعين بطاطا ومتعين بزنس ومتعين أفاريات. خلاك من الكلام الفاضي هذا. لكن المشكلة أن ما عندناش مسؤولين، نحن ما عندناش ناس تتحشم على وجهها يا جماعة وتطلع في التلفزيون تقولوا لها فيش تقول أنت، والله كم تسكر فمك يصير لك ويصير لك، مفروض هيك. لكن ابتلينا بصراحة، ابتلينا بمأساة كبيرة جدا. لكن اللي نأكد عليها راهي ثورة فبراير بريئة من هذا الكلام، بل على العكس أهداف ثورة فبراير عكس هذا الكلام تماما. والله لا يتجرأ إنسان على مخاطبة فبراير لو كان غير القادة موجودين الآن. يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. مش الخليفة حتى اللي ما قام به من دور خط أحمر، الجيش الليبي هو اللي أنقذ الليبيين من هذه، أنقذ حتى بعض الدول المجاورة من خطر الإرهابيين، وهو مكلف من مجلس النواب الذي يملك تكليف هذا الرجل، ورجل شرعي وجيش منضبط بدليل الكلية العسكرية ومراكز التدريب. أريتوا الخط الأحمر اللي عندنا؟ أريتوا الهم اللي عندنا؟ أريتوا وين نحطوا فيه الخط الأحمر وأمتى نديروا فيه؟ الخط الأحمر دايرة على العصابة اللي تو موجودة، العصابة السراقة متعين الخردة هذيما متعين القتلة المجرمين اللي لا معقبين رجالة لا معقبين أطفال لا معقبين نساء، قتل وخراب ودمار وسرقة ونهبة وسرقة مصارف وبنوك وضرب في يعني بجميع المعاني، ويقول لك هذا ما خط أحمر. شفتوا الخط الأحمر عند عقيلة صالح؟ وعقيلة هذا بروحه يمشي للبرلمان، وجبت لكم الفيديو هذا من قبل، وينتهك سيادة ليبيا بطلب من الجيش المصري أن يتدخل في ليبيا. شو رأيك معد؟ شفتوا الخطوط الحمراء لما يتلخبطن؟ شفتوا المسؤولين لما يوضعوا في مكان غير مناسب لهم؟ أو يطبوا علينا من تركينة معينة؟ الثورات العربية، وخلونا نحدوا ثورة ليبيا، حقيقة كشفت أشياء كثيرة، عرت ناس واجدة، عرت مفاهيم كانت مسلوبة، عرت مبادئ كانت مختطفة، عرت قيم كانت مزورة، قيم كان يتشدق بها النظام السابق على أساس أنها هي الإنسانية وهي الحرية وهو أفضل نظام، وهي في حقيقة الأمر كانت تمجد الدكتاتور وتصنع الدكتاتوريات صناعة وتزرعهم زراعة. لذلك هذا واحد منهم اللي توهض أصلع اللي توهض المرعوبة، هذا واحد من الأنظمة
أو واحد من الأعمدة اللي كانت موجودة. شفتوا المنطقة بتاعه؟ العصابة اللي قاعدة غادي هذه؟ هم هذي ما خط أحمر لا يمكن. والعصابة هذه اللي يحكي عليها هي اللي دارت انقلاب ودارت عليه هو، إذا كان بيصح يبوا ينفذوا مزبوط الكلام الانقلاب اندار على هذه. لكن من ثورة فبراير أصرت ويعني تغفلت ما تفهمش كيف، ومشت في موضوع الانتخابات للنتاج عنا هذا. هذا بعد تم انتخابه يتوقع الله ويعطي الشرعية للانقلاب ويصبح هو الجسم الشرعي الوحيد في البلد، جنة تم انتخابه. تم انتخابه من الشعب عن طريق ثورة فبراير، يعطي الشرعية لعملية الإرهابية المسمى كرامة، وتصبح جيش وتصبح لها قادة وقيادة عامة ومصاريف وسرقة وفلوس، ويتكلم يقول لك والله الشرعية وخطوط حمراء، ما فيش تحكي انت خطوط حمراء، ويطلع لك واحد اخرى غافل جاهل ويقول لك والله البرلمان هذا خط احمر بصراحة، عقيلة صالح والبرلمان خط احمر، لأنه ما هذه ما الشرعية الوحيدة. يعني بصراحة أمور حايسة. نزيدك اخا من الطين بلة زي ما يقولوا، ونأكد لك قلت أنا في بداية الحلقة أن المسؤولين اللي قلنا عليهم مسؤولين وقاعدين في الجهة الغربية مش متخذين أي قرار ولا أي رأي في الموضوع ولا أي موقف. يا جماعة ما وين ماشيين؟ نص البلاد من غادي رايح في 60 داهية، وأنتوا يلي دايرين أرواحكم فاهمين تبع لهم، تبع لهم اللي يقولوها كم تديروها فلوس ياخذوا فيهن ويطردشوا فيهن ويسرقوا فيهن ويخربوا ويدمروا وكذا، والدستور معطلين والانتخابات وحوسة، وجماعتنا مفرشين يا بابا غير شتبي يا سويدي. شنو بيوصلوا مش عارف، يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع، وإننا قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية لتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا، وأيضا مؤازرة الشعب الليبي الذي لم يتخلى عنا من قبل في شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي لليبيا. تحية لشعب مصر، تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لو كان فيه مسؤولين، مش ثورة، ثورة صحيحة ما عندناش فيها غبار وما زلنا نقولوا بها ثورة فبراير، لو كان فيه مسؤولين يتحشموا بصراحة لوجوههم، والله هذا ما يقعد في مكانه يوم. الله بعد مشيت للمصرية غادي وللبرلمان ويطالبهم التدخل في 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 بلادنا، شيء عجيب يا جماعة، والله شيء عجيب. والمسؤولين شيء لا من شاف ولا من دري، خلي يا رجل تقول يا رجل تو يربش علينا، هذا يطيرنا حتى نحن تقعد لنا مشكلة، مش شيء يضايق هذا يا جماعة. بلاد بهذه الرقعة وبهذه الإمكانيات وبهذه الأموال وبهذا التاريخ والتضحيات والأبطال فيها والقادة فيها، وبعدين قد ما قالها بهذا الشكل اللي قد يلعبوا بها في كورة بين السيسي وعقيلة والمرعوبة اللي غادي هذا بتاع الجيش بتاع العصابة هذه، والمسؤولين اللي دارين أرواحهم فاهمين شوية قاعدين يسمعوا فيهم شنو يديروا. وأحسن حاجة ما عندناش أي أكشن، إحنا من أنا ما عندناش أي يعني حدث نديروه ولا خطوة نديروه، لا لا لا، نرجو هذاكم شنو يديروا ونشوفوا هل ممكن نتلايموا معاهم ولا نرفضوا الموضوع ولا لا. المهم خلونا في حالنا بس ما تربشوش علينا، يعني أمور صراحة مش طبيعية، خطوط حمراء وخط في وسط بلادنا ونحن قاعدين كيف ما من قبل حتى وغسن سلامة مش نزل في الليبيين وقال السياسيين الليبيين همهم الطيران ويبوا يركبوا في طيارة وينزلوا وكذا، قال الكلام على الملأ يا جماعة. هذا لو كان في يعني ناس تتحشم على وجهها وفعلاً ناس مكذوب عليها الكلام هذا، والله أول حاجة يديروه والله إلا بلاغ في المحكمة، هذا تشهير. لكن شيء سمعتوا واحد رد على غسان سلامة ولا دوالة ولا لا 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 لا، بل بالعكس والله لو كان يدزوا توا غسان سلامة على أساس مبعوث جديد لليبيا، والله لو منهم يضبطوا فيه ويتعشوا معاه ويزوروا فيه قصة. إذا حكاية الخطوط الحمراء على القيم وعلى الشرف وعلى العزة وعلى النخوة وعلى الكرامة وعلى سيادة الوطن وعلى المبادئ والقيم، لا مضروبات، هذين مضروبات، ما عندناش خطوط حمراء نحن.
عندنا خطوط حمراء فيما بيننا. يتكلم الشعب يقولوا له خط احمر، يقول حاولوا فلان يقولوا له خط احمر، طيحوا لنا السجن هذين احنا ما صدقنا افتكينا منه من ايام معمر، لا هذا خط احمر. رد بالك الكتائب اللي حايسين فيها هذين بزنس وقتل وخراب ودمار ديروا لهم حل، لا هذا ما خط احمر. ما عادش عرفنا وين نمشوا، كلها خطوط حمراء، كلها خطوط حمراء علينا نحن. اما نحن شنو حقنا؟ لا يجيب الله سبحانه وتعالى. يلطف الله. تفضل يا شباب. وأخوتك مشايخ وأعيان القبائل حضروا لتقديم الشكر والتقدير والاحترام لفخامتك، وأيضا هم الآن مباشرة يقوموا بتفويض فخامتك وتفويض الجيش المصري بالدخول عندما تدعو الضرورة للدخول. نحن نعتبر الجيش المصري جيشنا، وزي ما قال فخامة الرئيس يحمل علمنا، واللي في مقدمته شيوخنا، واللي عليه أيضا أولادنا، فبالتالي نحن لسنا بغراب، احنا لا جايبين تركي ولا جايبين أجنبي، نحن عرب نمشي على 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 أرض عربية واحدة وحدود مشتركة مصاهرة، يعني علاقة أبناء عموما كذا نكون، وبالتالي أرضنا واحدة وجيشنا واحد دفاعنا واحد كنياتنا واحدة، ونعتز بأن لنا شقيقة مصر، نعتز بها ونعتز بتاريخها وحضاراتها الضاربة في التاريخ. شو رأيكم؟ برضو نعاود نقول لكم، لو كان في مسؤولين ولا في ملامح دولة هذا تو عند ربي هذا، لكن هذا مفروض معوذنا ويخش للسجن ويتحاكم كيف يتعامل مع دولة ويمثل ليبيا ويطلب تدخل ويفوض السيسي في بلادنا. بصراحة ملوية واجد هذه، بصراحة مش طبيعية. يطلع واحد يصح لك يعلق راسه ويمشي لأي رئيس ويقول له تعال اسمعوا أنا خشنا في هالبلاد، غير البلاد حاسد أن أبوك يدير لنا رأي. حقول الكلام، هل يقوله منطق؟ هذا يقوله عاقل، يقوله صاحب دين، يقوله صاحب تاريخ للعرف من جميع الجوانب، جميع المقاييس. ما تقولش بالكلام هذا، هالشياب هذا ما توا نصهم عند ربي، وشوف التاريخ اللي شالوه معاهم، وحتى سامحوني حتى طريق قتلتهم ما نعرفينها كيف صارت، اللي مات واللي داروا له حادث واللي حوسه كبيره بك. الناس انضربت في عقولها، بلدت بصراحة، استغلوا ضعف البلاد وطمع المسؤولين الموجودين في الكرسي، ومسؤول والله ما كان يحلم أنه يقود ليبيا ولا يقعد على كرسي القي روح العالم كله يسمع فيه ويمشي ويسافر وكذا، كان غيرها ما تسيب البلاد، تسيب ونص البلاد، ليش ما نسيبش؟ لكن برضو نعاودوا نقولوا في نخبة بصراحة، وين هذه؟ في نخبة، في ناس عندهم رأي، في ناس مفروض يعني لعويلة صغار الشباب الظهور هذيما الأبطال القادة اللي علمونا معنى الوطن، وعلمونا معنى الثورة، وعلمونا معنى المبدأ والقيم، وعلمونا حتى طريقة الموت بتاعنا. قالوا نحن الموت جاي عليها كلها، لكن نحن نموت بشرفنا هم وبحريتنا وبعزتنا، لكن انتوا تموتوا أذلاء. قالوها لنا، هذه يخاطبوا فينا نحن مش الحكام. تلاقي الحكام هذا مضروب عليهم الطبل، لا 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 لا، هذا يحكي عن اللي متأثرين به أو سمعيننا أو قاعدين معاه أو فيهم روح الثورة. قال لهم راكم كلكم ميتين، أما نحن نموت عز ونشرب كاس الموت ونحن مصابي. قالوها، لكن أنتوا يا اللي دارين روحكم نخوة ودارين روحكم نخبة ودارين روحكم أصحاب قضية وأصحاب مبادئ، راكم تبوا تموتوا حتموتوا، لكن أنتوا حتموتوا بذل. شوف الكلام بالله عليكم، تو هذه مش بذل، هذه لما تمشي لبلاد غادي وتقول للرئيس تعال تدخل في بلادنا ونحن قاعدين نشوفه ونتفرجوا، ولا واحد يقول هاي ولا واحد يقول بطل ولا وبعدين والله تو هذا اللي يقول السيسي نحن نفوضوك، مش تو قبل عقيله جبناه قال خط احمر الجيش، اي جيش يحكي عليه؟ زعما خط، اظن الخط الاحمر يقصد الجيش، هو الجيش المصري
مش الجيش الليبي، الجيش الليبي عصابات، عصابات هم بارواحهم حكموا بيها، بل بالعكس هو طلعوهم وقتلوهم وطلعوهم ارهابيين وطلعوهم مجانين ومكاليب. مش صار ولا ما صارش؟ رقم تقولوا نحن اللي قلناها. محمود الورفلي كان القائد الاوحد وكان هو اللي متسلط على الارهابيين وعلى الكذا ويطهر في البلاد، الكلام هذا كله قلتوه انتم. بعد طب فن لقينا محمود الورفلي هذا مقتول. باي علاش قتلتوه يا جماعه؟ طلع متاع الاركان ولا متاع الجيش ولا واحد حتى وطايح على راسه مش بعيد من محمود عدو. وقال والله راهو شفنا الملفات لقيناها امراض نفسيه. انا لله وانا اليه راجعون. معقوله يا جماعه الكلام هذا؟ معقوله تودوا البلاد بهذا الشكل؟ واحد يصول ويجول في البلاد ويقتل ويخرب ويفسد ويشوه سمعه الليبيين. وبعضها طلعوه وتقعدوا تمدحوا فيه والبطل والابطال وكلهم وجميع فئات المجتمع غادي في المنطقه الشرقيه قاعد يشكروا فيه. محمود 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 محمود. بعضها طلع ان الراجل مكلوب وامراض نفسيه وحتى جنازه ما داروا له جنازه ودفنوه في الليل ومنعوا الناس انها تمشي. شنو ساير يا اوه؟ شنو فيه بالضبط؟ يصلح الله الحال ان شاء الله. تفضل يا شباب. وضع حي سكني بالكامل. نسي نتيجة التفويض من القبائل. الله يفوض مرارتهم وخلاص. نتيجة التفويض بتاع القبائل، نتيجة التفويض بتاع القبائل ونتيجة تفويض عقيلة صالح ومطالبته للسيسي بالدخول. كويس، اتدخل الطيران المصري وقصف في مدينة درما. اتدخل الطيران المصري وقذف في مدينة درما وسبب عليها القتل اللي تو ساير. شفتوا الخطوط الحمراء اللي نحكوا عليه هنا؟ تو هذا مش خط احمر لما تطلب من عدو. نعتبره عدو انا هذا، ما عندناش فيها، لجنا عدو للحريه وعدو للانسانيه وعدو للثورات كله، فيعتبر عدو هذا ما فيهاش نقاش. يعتبر خط احمر لما نطالب انا بالدخول في مدينتي وقتل أهلي أي نوع معناها أنا من البشر، سواء كانت القبائل، وللأسف القبائل صبت تمدح واللي يهتف واللي ني. لما السيسي قال إحنا مستعدين نخشوا لعند أمتى تقعد الفوضى كيف هذه، صبوا الشيوخ القبائل عليهم من الله ما يستحقون بصراحة، وكانوا سبب في خراب ليبيا وكانوا سبب في دمار ليبيا وكانوا سبب في قتل أبناء ليبيا وأطفال ليبيا ونساء ليبيا، كانوا سبب فيه. والله ما عندهم وين يريحوا منا، والله يحاسبكم ربي. الله يمتعين الجرود، انتو يحاسبكم ربي. وقفتكم مع السيسي ومطالبت السيسي وتصفيقتكم له على دخول ليبيا، يا ويلكم والله يا ويلكم. هذه الخطوط الحمراء اللي نحكوا عليها نحن، هذه المفروض يكون خلاص. كيف يخش طيران من برا يضرب في وسط بلادنا ويدمر ويرجع
بتفويض منا نحن قوية. يلطف الله بينا إن شاء الله، يلطف الله بينا. شوفوا هم كيف يتعاملوا مع اليهود، أفطنوا كيف نحن تعاملوا معنا، وكيف يتعاملوا مع اليهود، أو كيف يتعامل معهم اليهود. باش تعرفوا الدنيا كيف ماشية، باش تعرفوا حجم المسؤولين اللي عندنا نحن شنو، قيمة المسؤولين اللي عندنا شنو، هل فعلا يستاهلوا أن يقودوا ولا لا. أعطوني بالله كذا. هذا سامح شكري طبعا، براس هذا كبرت راس على غير فايدة طبعا. هذا تو نعودوا لكم، يقول ان اسرائيل لم تسمح لنا بفتح المعبر. شوف بالله عليكم، شوفوا قارنوا بين السيسي وهو قاعد في وسط التعبانين متاعيننا هذيما، ويقول لا، لا يمكن نسمح بالفوضى اللي تحدث في ليبيا، احنا سكتنا 6 سنوات. لكن بالشكل هذا لازم نخشوا ليبيا ولازم نديروا خط احمر، الكفره والجفره ومش عارف شنو. باي بالله عليكم، الدمار والخراب اللي قاعد في غزه، في بيت المقدس، في الاقصى، وقتل الناس وقتل النساء وقتل الاطفال وهالخراب والدمار، طلعوا لي هاي. حتى الآن للأسف لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقف يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، السماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول ثالثة. نحن على تم استعداد، وكل الأجهزة المصرية على المعبر على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج الدول مواطني دول ثالثة، وأيضا عمل المعبر بالوتيرة الطبيعية له لدخول الإخوة الفلسطينيين، سواء الاحتياجات الطبية أو التنقل الطبيعي الحادث بين كل من مدام أنت عندك مبدأ يا أبو راس، أنت ولا المجرم بتاعك السيسي، مدام عندك مبدأ إن الجارة ليبيا لا يمكن نخلوها في فوضى ولابد من الدخول والاستقرار، بيه مش الأولى إنكم تتدخلوا في فلسطين؟ الأولى إنكم تتدخلوا ولا لا؟ الأولى إنكم تخشوا غصبا عن اليهود ولا لا؟ لكن أنا نقول لك حاجة صار، بغض النظر على المذلة بتاعكم وعلى الضعف وعلى المهانة اللي قاعدين فيها أنتوا، لا، قضية الأقصى قضية شرف، قضية مقام عند الله سبحانه وتعالى، قضية كرامة حقيقية، قضية دين، قضية عقيدة، لكن انتم الخبر هذا ما عندكمش. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن يعطيكم الشرف هذا، لا يمكن يمكنكم من هذا الشرف، انتم كحكومة مصرية لا يمكن يعطيكم الشرف ولا يمكن يعطيكم المكانة هذه والمقام هذا، لا لا لا، واضحة. إذن الهوان عندنا نحن في بلادنا، نحن عندنا ناس خانعة، سواء الحاكم ولا اللقاقة اللي لوطة، كلها خانعين، أذلاء، ضعاف، ما عندهمش، ما يمثلوش دولة بصحيح، لما يطلع في التلفزيون ما يدورش حد، لما بيقول كلمة ما يدورش، لأنه ما يمثلش دولة فعلا، لأنه معين تعيين من برا، ما هوش مختار من الشعب. لو مختار من الشعب حتيملك إرادته، واللي يملك إرادته يدير الأعاجيب، يفعل الأفاعيل، اللي يملك إرادته راهو، صدقوني صدقوني، إرادتك لما تقعد مرهونة تقعد أضعف ما يكون، أيا كان راه، أيا كان، في أصغر عمل في الدنيا وأكبر عمل في الدنيا، لما تكون إرادتك مرهونة ومش ممتلكها أنت حتكون ذليل مهان، لكن لما تكون إرادتك تملكها وأنت حر في رأيك، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، دير الأعجيب وتطلع شخصيتك قوية موزونة، رحمة الله عليك يا مرسي، رحمة الله عليك، إرادتك كانت في يده، في يد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وعلى منهج الإسلام وعلى عقيدة الإسلام،
لن نترك غزة لوحدها، لن نترك غزة لوحدها. مش للأسف لم تأذن لنا إسرائيل بفتح المعبر؟ الله عليك مهانة يا جماعة، عليك مذلة، مذلة واصلين لها غريبة جدا. ويجينا علينا نحن ويفصل، يفصل على الأذلة اللي عندنا بالأصح، ويقولون ما اسمعوا خط أحمر ليبيا، هذه صرت الجفرة الذليل. ها شوف معناها نحن شنو وزننا نحن ما دام هذا شكله هكم على اليهود، نحن يفصل علينا ويقول خط أحمر، معناها شنو وزننا نحن؟ وزننا يلطف الله بينا، يلطف الله بينا. والله ما يغركم المظاهر ولا يغركم الفلوس إلا حالتنا يعلم بها الله سبحانه وتعالى. يا لها من ثورة لو كان لها رجال، يا لها من ثورة لو كان لها قادة، يا لها من ثورة لو كان لها سياسيين. يصلح الله حالنا إن شاء الله. فضلوا. وأقول ووجه ندائي للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. نداء إليكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا، ولا تترددوا. أنا بخاطب هنا الرأي العام في إسرائيل، بقول له لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعا. شو رأيكم؟ مش المفروض الكلام هذا يندلنا نحن؟ إن كانوا فيه جرام عقل، يا ربي لا فيه جرام عقل لا فيه جرام دين، استغفر الله يا ربي. هذا المفروض يخاطبنا نحن، يقول عليكم أن تتبعوا قيادتكم السياسية، وأنتم شعب واحد ومذهب واحد، ومفروض التوحدوا والتألفوا فيما بينكم، صح ولا لا؟ ويقول هذا موقفنا نحن كحكومة مصرية، وأنا أمثل الشعب المصري تمثيل حقيقي. مفروض أن الليبيين أنتم عائلة واحدة، وبلادكم وخيراتكم وإمكانياتكم، وتعاونوا أرواحكم وتعاونونا نحن، هيك يقول المنطق. لكن لا، معنا نحن لا، أنتم فوضى عندكم، لابد من التدخل باش نحل بينكم المشكلة. لكن مع اليهود لا، أنا أخاطب الرأي العام في اليهود، عليكم بقادتكم السياسيين. واو يا جماعة، والله كبيرة كبيرة، يخاطب في الرأي العام باش يتبعوا المجرمين اللي عندهم، يخاطب في اليهود المحتلين المغتصبين المدمرين المخربين القتلة المجرمين قتلة الأنبياء، يخاطب فيهم ويقول لهم عليكم باتباع قادة السياسيين عندكم، اتبعوهم ووحدوا الرأي مع بعضكم، وأمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني. واو يا جماعة، هذه ما قادة العرب، وهذه ما حكام المسلمين للأسف. ما فيش وصلة بين الشعوب. لكن برضه نعاود نقول لابد للشعوب أن يكون لها رأي. راه ما تقاسش التضحيات بما بالنتائج الآن، التضحيات ما لهاش حدود، راه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نضحوا ونحن نكافح ونحن نناضل، حتى نترك للأجيال القادمة، نترك لها إرث تاريخي قاعدة يقدر ينطلقوا منها. لكن نركع ونخنع بالشكل هذا الحقيقة واعرة علينا كأمة وكتاريخ. يصلح الله الحال إن شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الإله وإنا إليه راجعون. إيش رأيك يا سيسي يا مجرم؟ أقرب دولة أنت لهم غادي. أهو أطفال غزة هذه، ما أطفال غزة هذه، ما أطفال غزة. درنا سمع نفس، حتى نفس القصة، ما يحدث في فلسطين يحدث حدث في درنا، وكان هو السبب السيسي، مش حتى
يعني صار بيننا وهو تدخل وقال لا يا جماعة لا هو السبب في قتل أطفالنا. والآن اليهود يقول لهم جنبا إلى جنب أمن وسلام مع الفلسطينيين. وللأسف لم تأذن لنا إسرائيل في فتح المعبر أو الدخول لمساعدات والدخول، لكن معنا نحن سخنا الراجل وقال لي يمكن نسمح بهذه الفوضى ونحن استجابة للمشايخ والأعيان والحكماء، نحن لن ندخل ليبيا لوحدنا، بل أنتم تتقدمون المسيرة ومش عارف شنو، والهفاك الأخين يرفعوا في ايديهم ويمدحوا فيه ونحن فوضناكم، وحالة حالة يعلم بها الله سبحانه وتعالى، هذه مع أطفال غزة. وأظن أنا قلت لكم من بدري، قلت لكم في الحلقات الماضية، قلت لكم إسرائيل عندها قبتين، قبة فشلت فيها وقبة نجحت فيها. القبة الحديدية اللي تتدق في الصواريخ هذين بتاعت حماس، لا هذه فشلت وبلطن منها صواريخ وجدات وصار فيهم حالة اليهود، لكن القبة البشرية لا هذه نجحت للأسف. يعني اللي هم من؟ اللي هم حكام دول الطوق إن صح التعبير، ولا الجوار، ولا المنافذ على إسرائيل، هذين ما حكام معينين من عند الصهاينة، حراس على البوابات، يمنعوا دخول المساعدات، يمنعوا دخول الرجال، يمنعوا دخول الأدوية، يمنعوا عدة أشياء. أصبحت قبة بشرية لمنع المساعدات للفلسطينيين، يمارس فيها من؟ يمارسوا فيها حكام العرب والمسلمين والهاشمية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجرم اللي قاعد في الأردن، هذا هذا مجرم كبير. توان شو نوريكم حتى هو خط أحمر صار في طرابلس وعلى طول نفذوه، هذا من غير ما يقولوا خط أحمر. تفضلوا يا شباب. هذا الكلية، الكلية طلبة صغار اللي قصفهم طيران الإمارات. باهي بشم معلش أنا اليوم كثرت لكم على المسؤولين، لكن مصيبتنا فيهم صراحة للأمانة باش نكونوا معاكم صادق. لما نتابعوا قادة حماس وقادة المقاومة في فلسطين، لما نتابعوهم في خروجهم في الإعلام وكذا، هذاك وين نتأكد أن عندنا أزمة كبيرة في ليبيا. نعرف وين أزمتنا، أزمتنا في القادة راهو، أزمتنا في الرجال اللي يقودوا في البلاد. توا هذه الإمارات اللي ضربت وقتلت أبنائنا، بل على العكس في رابطة ما نظنيش تواصلوا معها إلى الآن، رابطة شهداء الكلية العسكرية في طرابلس، ومسؤولها يتصل بيا ويبي يسمع صوته للغير ويسمع المسؤولين عنا شيء، لا داروا بهم اجتماع ولا تكلموا معاهم ولا شيء. لا مش هذه زيدك بلا، لا عندي قابلوا في الإمارات ويضبطوا فيهم والسلام وليبيا ونحن حارسين واحتمال حتى يعطوهم امتيازات أخرى في ليبيا. يعني بصراحة بلاد كيف ماشية يلطف الله بينا، يلطف الله بينا. وتو تشوفوا الإمارات اللي قتلتنا هنا وضربت بالطيران، أول مرة شفتوا أنتوا كيف تستقبل في رؤساء العدو الصهيوني وتطبيع بالكامل. وأنا نقول لكم أكثر دولة تضررت من الهجوم اللي دارته حماس على اليهود هي الإمارات، لأنها كانت مفرشة الأربعة زي ما يقولوا، فرشة تفرش. توا شوف الإمارات شنو يديروا، هاي أعطونا. Delighted and honored. Yes. Thank you for inviting me. It's a pleasure. Which you do? I didn't know that. Oh, okay. Please. Another. My brother. How are you? Sorry for the call. It's good to have you. Delighted and honored. Yes. Thank you for inviting me. It's a pleasure. Which you do? I didn't know that. Oh, okay. Please. بالله عليكم مش رايكم في العناق هذا والتضبيط بصراحة، ويشكر فيه على دعوته له. بالله هذا وزير خارجية الإمارات ماشي لإسرائيل، شر رايكم؟ بالله مش خبر يفلق الجعب قالوا البوادي، مش خبر يدوخ اللي قتلت عندنا، وما فيش راجل منا نحن رفع صوته وقال لهم يا جماعة اللي قتلتوهم هذا معليش قتلتوهم، هم نفسهم ماشيين يضبطوا في اليهود في إسرائيل. وعناق بصراحة
يعني حميمية الحكاية مش طبيعية ومش تكلف راهو. يبدو أنه نابع من القلب بصراحة. وما خرج من القلب وقع في القلب. إن لله وإن إليه راجعون. إن لله وإن إليه نسأل الله سبحانه وتعالى شنو يقول لكم؟ إن يجمعكم في يوم المحشر في جهنم. أنتوا اثنين. إن شاء الله تضبطوا بعضكم غادي. بإذن الله تعالى. يلطف الله بينا إن شاء الله، يلطف الله بينا ويصلح الله عقولنا إن شاء الله، يا رب. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد للكواي أن تشتعل أدله وفيه يدفع حبا أبهض الثمن. لابد للليل إن طالت حوالكه من طلعة الصبح من إشراقة الوطن. من طلعة الصبح من إشراقة الوطن. التناصح الدين النصيحة. قناة التناصح الفضائية.